الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل منه وكرمه علينا مع كتاب ربنا الذي قال فيه عثمان: إن طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. يعني المسألة دائرة على طهارة القلب، كلما طهر القلب كلما كان نقيا صافيا كلما علمه مراد الله جل وعلا. بلغنا إلى قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يا أيها النبي، قلنا أن هذه فيها رفعة ومكانة لنبينا صلى الله عليه وسلم، أظهر الله جل في علا مكانته وقدره وشأنه عنده. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: الذي نفسي بيده، ما خلق الله وما زرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ما ناداه الله في كتابه إلا بلقبه، حتى إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء خليل الرحمن ناداه الله بإبراهيم: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال: يا أيها النبي، تأديما لنا أن نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعرف له قدره ونوقر له توقيره ونعظم مكانته بأبي هو وأمي، فإن هذا من أصول الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: أنت أحب إلي يا رسول الله من كل شيء إلا من نفسي. كان صادقا. فقال: لا يا عمر، لا على الإيمان كمال الإيمان الواجب. قال: لا يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا رسول الله. فقال له: الآن يا عمر، الآن يا عمر، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. مع أنه قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. رضي الله عنك يا أستاذ أحمد، جزاك الله خيرا حبيبي. قال: ادعو إلى ربك، إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانا، ومنزع في شيء إلا شانا. ولكن هذا الجهاد هو الجهاد، جهاد الحجة والبيان، جهاد الحجة والبيان. اللهم أمين رب العالمين. جهاد الحجة والبيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحجة وأتى بالمحجة وقطع عليهم كل حجة وأتاهم بآيات بينات ظاهرات قاهرات واضحات لائحات. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. والمنافقون أشد كفرا من الكفار وأعظم خطرا، كما قال الله تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقال الله تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، وما يألو كل واحد منهم إلا أن يمكر بالمؤمنين وأن يكيد له وأن يشمت فيه. قال الله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. وأيضا قال عنهم الله جل وعلا: يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن خرجتم لنخرجن معكم ونطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن خرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصرهم لا يولون الأدبار. قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نحن في زمان انقلبت فيه الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خدعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن القائل ويخون، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. وينطق الرؤي بيضا. قال: وما الرؤي بيضا يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه. قال: الرجل التافه. وفي رواية قال: الرجل الفويسق. قال: الرجل الفاسق. وفي رواية قال: الفويسق يتكلم في أمر العامة. خرج طبيب فيه ما فيه من الخبث واللؤم والنفاق،
وهو يقول طبيب على أكثر من حالة يمر أفضل من طبيب يمر على 9 نسوة. يعرضون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويريدون رفع البلاء، سيعمق البلاء وينزل تترى ويغطي ولا يجد له رحمة. إنهم يعرضون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعلت قريش ذلك فابتلاهم الله جل في علاه ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم سنين كسنين يوسف، اللهم سبع كسبع يوسف. إن الله جل وعلا حكيم عليم، له حكم وشؤون في عباده. إن الله جل في علاه يبتليهم ليرجعوا، قال لعلهم يرجعون ولكنهم يتندرون. الجميع من أهل الكفر قالوا نزلت من السماء، فالحل في السماء، وهم يتطلعون للسماء، وأهل الإسلام يتطلعون للماديات فقط، وإن كنا نقول بأخذها، ولكنهم لم يربوا قلوبهم لله جل في علاه، ولم يتوكلوا على الله حق التوكل، فمهما يفعلون لن ترفع إلا من السماء، لأنها ما نزلت إلا من السماء. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أهل النفاق هم الذين سبب الوباء والبلاء. تقويض الأمة الإسلامية ما يكون إلا من أهل النفاق. عبد الله بن أبي بن سلول كان أشد على المسلمين من أبي جهل ومن عتبة بن ربيعة ومن أبي لهب. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ومأواهم جهنم وبئس المصير، وهذا وعيد شديد من الله جل في علاه، وقد بين الله جل في علاه عاقبتهم، وأنهم إلى نار تلظى. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، والجهاد جهادان، جهاد لسان وجهاد سنان، وجهاد اللسان أعظم عند الله جل في علاه من جهاد السنان، بل وقد قال العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال مداد العلماء خير وأعظم عند الله من دماء الشهداء. نعم، جهاد السنان كما قال بعض علمائنا النبلاء في هذه العصور، العيش في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. فجهاد السنان فهو طوائف شتى وعدة ينهشون في لحوم الأمة الإسلامية ويتكالبون عليها ويقعدون على قصعتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى الأمم عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزلن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يجعلن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال يا ابن كثير أو غيره من السلف، قال لأن أغزو هؤلاء المبتدع خير لي من أن أغزو في ساحة الوغى 70 سنة. يعني أن يغزو هذا الفكر الضال الذي يؤصل في الأمة الإسلامية فيغرب عليهم أمر دينهم ويحرف عليهم أمر شريعتهم، أولى عنده من أن يكون في ساحة الوغى ويقطع ويمزق في سبيل الله جل في علاه، لأنه يعني بسد هذه الثغر يعيش أجيال وأجيال خلف هذا الفعل. وأما الذين 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 ينافقون والذين يقاتلون في ساحة الوغى وإن كانوا صادقين مخلصين، فساعتهم ساعة موتهم فتنتهي المسألة في هذا التوقيت. أما الذي يعيش لله جل في علاه فهو صباح مساء ليل نهار معرض للأخطار، وهو كما قلنا يسد ثغرة ستبقى للأجيال والأجيال. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا لكن ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل العالم للعابد كالقمر وسائر الكواكب، وشتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. ولذلك قال الله تعالى يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. ومن جهاد المنافقين جهاد المبتدعة، ففيهم شيء من النفاق، ونسأل الله جل في علاه أن يسلم قلوبنا من أدنى نفاق، النفاق العملي والنفاق الاعتقادي، والنفاق العملي سريعا ما يؤدي إلى النفاق الاعتقادي. وكما قلنا إذا كان على ثغر فهو يدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يدافع عن شريعة الله جل في علاه. لما قال المصلوب قال ماذا تفعلون في كذا وكذا من الحديث التي وضعها هو على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولي أمري، قال الأمير هنا ترى كيف يكون الأمير باستقامة الدين على يديه. قال يعيش لها الجهابذة. نعم يعيش لها الجهابذة.
إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعمله من عباداته سبحانه جل في علاه. وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قال ضرب الله مثل الذين كفروا. ضرب المثل دلالة واضحة جدا على صحة القياس، ودلالة واضحة أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ذلك، أن الله تعالى يثبت لنبيه ويعطي له الآيات حتى نقيس الغيب بالشهادة ونقيس أيضا المعنوية على المحسوس من أجل أن يظهر لنا الأمر. فنسأل الله جل في علاه أن يحفظنا من كل شر وكل ضر. ضرب الله مثل الذين كفروا، هذا أيضا ليعتبر، فالسعيد من وعظ بغيره. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. والخيانة ليست خيانة فراش، الخيانة هنا وحاشا الله تعالى لا يمكن أن يجعل لنبي من يخونه على الفراش، هي خيانة عقيدة، فكانت تمالئ قومها على ما كانوا عليه من عقيدة الكفر والشرك، وكانت امرأة لوط هي التي تدل قوم لوط على الأضياف. فضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، يعني كانتا كافرتين. فالخيانة هنا خيانة العقيدة، لأنهما كان على الكفر. آمين رضي الله عنك شبهها. قال ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ليس بين الله وبين عباده نسب. قام النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآية كما قال أبو هريرة: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال يا عباس: يا عم النبي صلى الله عليه وسلم، سدني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، يا عمة النبي صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. لذلك قال الله تعالى: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ليس بين الله وبين عباده نسب. قام داود فرفع يديه فدعا فقال: ربي اللهم كن لسليمان كما كنت لي. فأوحى الله إليه: يا داود اجعل سليمان لي كما كنت لي، أكن له كما كنت لك. لذلك قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني. كيف تحرك لله يتحرك الله لك، إن صح التعبير. إذا أقبلت أقبل، وإذا أسرعت سحر. ولا سبحانه جل في علاه: أنا مع عبدي ما ذكرني وأتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ولذلك قال بعض علمائنا: إن الله جل في علاه أنزل أخرج آدم من الجنة لمعصيته الأكل من الشجرة. قال الله جل في علاه: وعصى آدم ربه فغوى. حتى محمد سيد الخلق أجمعين عتبه ربنا الكريم عتابا رقيقا، لأنه ما يستطيع أن السلام يتحمل. قال الله جل في علاه: عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. صدر العفو حتى لا يتفطر قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مع أنه سيد الخلق أجمعين وله ما له من المكانة من رب العالمين عتبه. قال الله تعالى: عفى الله عن كلمة أذنت لهم. وقال الله تعالى: عبس وتولى. التفات، والالتفات أيضا عتاب رقيق لمكانة النبي، لكنه ما فوت العتاب. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى. لما قدم معاوية بن الحكم السلمي ربيعة بن كعب الأسلمي، عندما قدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي كان كريما، فقال له: سني. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك لهم الجلل. قال وغير ذلك. وكان صاحب ذا همة عالية راقية سامية لا يتخلف عن الأبرار الأخيار. فقال له: هو ذلك. قال: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. فقالتهما
فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. أما في مسألة امرأة فرعون ففيها أمر جلل، ألا وهو بأن الله جل وعلا أنت ترى نفسك إن أردت أن تعرف أين أنت فانظر في قلبك وأين أنت من النبي وصحابته وعلماء الأمة، فانظر إلى قلبك وكيف أنت وهم، فإن امتلأ قلبك حقدا وغلا وحسدا ودغلا على أهل العلم فاعلم أن الله جل في علاه قد أبعدك عنه، وإن رأيت نفسك امتلأت قلبا بحبهم وأيضا امتلأت ميلا إلى تعظيمهم وتوقيرهم فاعلم أن الله جل في علاه أراد بك خيرا. وإليكم النبأ العظيم، امرأة فرعون عندما رأت موسى عليه السلام وضع الله حبه في قلبها فانتهى الأمر، فكانت أول من آمن بموسى عليه السلام، وكانت كالجبل الأشم عندما دعت الله جل في علاه واستجاب الله لها. شوف أول الأمر كان عندما رأت موسى عليه السلام، قالت قرة عين لي ولك، وضع الله قلبه في حبه، وضع الله في قلبها حبه، قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا، فامتلأ قلبها محبة الله. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه رضاه كان يتكلم مع البله السفهاء الذين يعادون أهل العلم عداوة، إن كانت عداوة دينية فالأمر يكون فيه ما فيه، لكن إن كانت العداوة عداوة شخصية فليعلم أنه من أسوأ الناس قلبا، كما قال ابن تيمية أسوأ القلوب على الإطلاق القلوب التي تحمل على أهل العلم، لأنهم يحملون شريعة الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم على قال ابن مسعود كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك، كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك، فإن وجدت من يحمل في صدري وفي قلبي على أهل العلم فاعلم أن الله جل في علاه أراد إبعاده، وأن الله جل في علاه قد جعل بينه وبين النجاة مفاوزا، فنسأل الله جل في علاه العفو والعافية. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت، وهنا أيضا للعظة والعبرة، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فهذه المرأة الصالحة التقية النقية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كامل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، وذكر منها أسيا بنت مزاح، وكانت هنا مخالطة بين أهل الإيمان وأهل الكفران. امرأة فرعون كانت مع فرعون في القصر ومع حاشية فرعون أيضا، وهم أهل الكفر، وقد أمر الله جل في علاه أهل مكة من المسلمين أن يرحلوا من مكة حتى لا يكونوا مقارنين لأهل الكفر. قد قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لكن قد قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء، إلا هذا الاستثناء، والاستثناء لابد أن يكون إلا أن تتقوا منهم تقى. هذه التقية التي لأهل السنة والجماعة ليست تقية أهل الكفر أو أهل الخبث من الروافض الخبثاء، إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه. فكان فرعون هو أطغى وأعتى وأكفر أهل الأرض، كفى أنه قال أنا ربكم الأعلى، كفى أنه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، كفى أنه قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وأيضا قال عن فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى سيظهر في الأرض الفساد، والإشكال أن كثير من الناس يستمعون إلى ذلك، وأنا لا أتعجب ممن يستمع من المغرضين ويعني يهفو إلى قولهم، وتراه أسرع الناس إلى 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 الأخذ بكلامهم، والله جل في علاه بين هذا حتى لا يتعجب أمثالنا ونموت كمدا، فإن الله جل في علاه قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وافق شن طبق وافقه فعانقه، صدف هواها قلبا خاليا فتمكن، فوقعت أهل الأرض، ومع ذلك فإنها كانت من أعظم الناس إيمانا بموسى عليه السلام. فهي قال الله تعالى ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. وراء ابن بزة قال كانت امرأة فرعون تسأل من غلب، فيقال غلب موسى وهارون، فتقول آمنت برب موسى وهارون، فأرسل إلى فرعون فقال انظروا أعظم صخرة تجدونها فإن مضت على قولها فألقوها عليها،
وإن رجعت عن قولها فهي امرأتي. فلما أتاها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت بيتها في الجنة فمضت على قبرها وانتزعت روحها وألقيت الصخرة على الجسد ليس فيه روح. قالت رب ابني لي عندك بالجنة بيتها في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ويخلصني واجعلني بريئة مما يفعل من هذا، فإني بريئة مما يفعل من الكفر والطغيان والظلم والتكبر والتجبر. قالت ونجيني من القوم الظالمين. وهذه المرأة كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير وما كمل من النساء إلا أربع، وذكر منها آسيا بنت مزاح. قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أحفظته وصانته بالإحصان والعفاف والحرية، فنفخنا فيه من روحنا أي وسط الملك جبريل عليه السلام. وهذه آية من الآيات، فإن خلق عيسى عليه السلام بخلق آدم، والعجب العجاب من يعبد عيسى كان أولى به أن يعبد آدم عليه السلام، فآدم أعظم خلقة من عيسى. إن عيسى له أم من غير أب، الله خلق آدم من غير أب وأم، ولذلك الله تعالى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. سبحانه هو على كل شيء قدير. قال فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه أي بقدره وشرعه، وكانت مؤمنة تقية نقية عابدة لله جل في علاه، وكانت لها كرامات. كان إذا دخل عليها زكريا ورد عندها رزق قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه وقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها، وصدقت بكلمات ربها أضاف الكلمات لله جل في علاه، فيها إثبات الكلام لله جل في علاه. نعم الله يتكلم ويتكلم بصوت وحرف. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وفي الحديث الذي كان إنقاذا لابن تيمية في مصر وعقدوا له المحكمة على أنه شبه الله بخلقه، فقالوا إنه يقول بأن الله يعني يتكلم، فقال ابن تيمية قال قد في صحيح مسلم روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يجمع الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ينفذهم السامع الداعي. فقال له القاضي هكذا قال النبي؟ قال نعم. قال وصح عنه أن قال ذلك؟ قال نعم. قال اذهب انتهى، فإن الله ينادي بصوت، فالله جل وعلا تكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله جل وعلا أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي، كأنما سلسلة يعني كانوا يسمعون السلسلة على صفان الصخرة الصماء الملساء، يعني هذه جنزرة. هناك من يفعل ذلك وربي، هناك من يفعل يحاول أن يقرأ في القرآن على أدوات التعذيب التي موجودة في القرآن فيحاول أن يفعلها تطبيقا. فسبحان ربي العظيم. الفطن اللبيب يقول ماذا يفعلون؟ يتمثلون في الربوبية؟ فكيف إذا جابهتهم يوم القيامة؟ المشكلة عظيمة جدا. هم يفعلونها في الدنيا والله جل وعلا يثبت الناس على ذلك من أراد تثبيته فيثبته على ذلك، لكن هم إذا لاقوا ذلك في الآخرة سيجدون ما لا يمكن أن يتصوروا. وقد قال الله تعالى وصفا فقط الملائكة واستقبال الملائكة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم عفك ورضاك يا رب العالمين. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها. الكلمات هناك الكلمات القدرية الكونية والكلمات الشرعية أيضا على ما كان من القرآن، والله يتكلم. نعم يتكلم بصوت وبحرف ويسمعه من يكلمه الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، يقول عبدي ألم تذكر ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا، ينظر رجل أيمن منه فلا يجد إلى ما قدم، ينظر أشعر منه فلا يجد إلى النار فيحسب أنه قد هلك. فيقول الله جل في علاه إني سترت عليك وسأغفرها لك أو غفرتها لك. قال الله تعالى وكانت من القانتين، فكانت من القانتين المخبتين، تقوم لله جل في علاه، تصوم النهار وتقوم الليل وتصدق بما تملك، فكانت تقية نقية عابدة لله جل في علاه. ولذلك قال ابن عباس خط النبي صلى الله عليه وسلم أربعة خطوط وقال تدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل النساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كامل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع.
آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد. في الرواية قال فاطمة بنت محمد قال وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام كفضل الثريد. وهذا مما احتج به ممن قدم عائشة رضي الله عنها وأرضاها على جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل من ربنا ونعمة الجزء 28، وأنا كنت انتهيت من الجزء 29 وأيضا الجزء 30، فلله الحمد والمنة. وهذا ينبئ بفضل من ربنا ونعمة، ينبئ بقرب انتهاء الهدف الثاني في هذا الباب، وأسأل الله أن ينتهي الأجل مع انتهائه، أسأل الله ذلك. فهنا يقترب الهدف، لأنه بانتهاء الجزء 28 لن يتبقى لنا إلا بعض الصور التي وقفنا عندها. قد كنت قد انتهيت إلى سورة النساء وبدأت من يوسف، فأنا سأرجع أدراجي وأبدأ من سورة هود، يعني من الغد بإذن الله سنأخذ سورة هود، وبهذا نقترب رويدا من انتهاء الهدف. وأسأل الله جل وعلا أن يتكامل ثم ينتهي العمر. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إن رضيت. فهذه نهاية السورة، سورة التحريم، وكانت النهاية سعيدة بأن الله تعالى ضرب لنا مثلا من أعظم الأمثلة، وبين لنا أن هناك من يرتقي عند ربه جل في علاه فيذكره بقرآن يتلى إلى يوم الدين. وعائشة لم تنقص عن هؤلاء، فإن الله جل في علاه ذكر هؤلاء في القرآن تصريحا. قال الله تعالى وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، قال مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وهنا أيضا أن الله جل وعلا جعل لعائشة مكانة بين هؤلاء وهؤلاء. والله قادر يعلم الله كثيرا ما أدعو الله جل وعلا أن يقترب الهدف، ومع اقترابه ينتهي الأجل، والله أرحم علينا من أمهاتنا وأنفسنا. إذن فذكر الله عائشة حين قال الله تعالى عندما أنزل فيها قرآنا يتلى، والسلام قال أبشري فإن الله أنزل فيك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ولما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنه قال أبشري أنت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله لا يجعل زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلا طيبا، وإن النبي لا يحب إلا طيبا. فقالت إليك عني يا ابن عباس أنا أعرف بنفسي منك. فنسأل الله جل وعلا أن يحشرنا مع هؤلاء، وأن يجعلنا مع ذكر هؤلاء، وأن يجعلنا في المعالي عنده وهو أرحم الراحمين، مع علمه بما نحن فيه من زلات وسقطات وهنات وتجاوزات وتعديات، لكنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وإلا فهو الذي وفق لهذا الخير، وإلا فهو الذي أعان على هذا الخير. والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صدقنا ولا صلينا. والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صدقنا ولا صلينا. فأنزل سكينة علينا، وإن أرادوا الأولى فتنة أبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. ولله الحمد منا. الفوائد المستنبطة، وهذا يكون الجزء 28 قد انتهى كما قلت، وسنرجع بإذن الله تعالى إلى سورة هود بإذن الله تعالى. الفوائد المستنبطة من الآية: الأمة بغير علمائها فريسة لكل طاعن. الأمة بغير علمائها فريسة لكل طاعن. قال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. السعيد من وعظ بغيره. هذا القرآن مثاني، دائما تراه يذكر المكلفين بضدها تتبين الأشياء. فقد ضرب مثل الذين كفروا ثم ضرب مثل الذين آمنوا. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا رب العالمين. وبهذا قد قضى الله لنا الجزء 28 ونحن على مشارف الانتهاء كما قلت. أسأل الله أن يقترب الهدف فيقترب العمر. اللهم أمين رب العالمين. أنا أريد أن أجتهد حتى الكتب الستة تنتهي، ثم يتبقى لنا شيء آخر بيننا وبين الله جل في علاه. نسأل الله أن يكون حقا، وأن يوفقنا فيه توفيقا تاما غير منقوص. ومهما تقاعس المرء عنه وسقط فإن الله أرحم على المرء من أمه ومن نفسه. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إن رضيت. لو في أسئلة تفضلوا، جزاكم الله خيرا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فلله الحمد والمنة. قد انتهى الجزء 28، إذا سنبدأ بهود بإذن الله تعالى من الغد.
قال له ندفع المغني وهو يسير المغني ليس فيه صعوبة. ما زال يتكلم عن سنن الفطرة فهذه ليس فيها خلافيات كثيرة رضي الله عنكم جميعا. هل يجوز التوسل إلى الله عند قبور الصالحين كما فعلوا مع قبر المخريفة؟ امطرت السماء أسبوعا حتى خافوا الغرق، سيغرقهم الله تعالى بهذه البدعة فيما هم فيه ولن يستفيق ولن يستفيقوا من كبوتهم. التوسل عند قبر الصالحين معناها أنه وسيلة للاعتقاد فيه، فلا يجوز هذا بحال من الأحوال يا أستاذ أشرف. هل يجوز الدعاء عند مشاهدة كرامات كما فعل زكريا؟ نعم يجوز، طمعا في كرم الله جل وعلا، طمعا في كرم الله يجوز، وهذا من الفقه، يعني هذا من الإتقان، من إتقان الفقه في هذا الباب. نعم، علينا أن نميل قلوبنا إلى الله جل وعلا، لأن الباء نزل من السماء فسيرفع من السماء، هذا الأول، ثم بعد ذلك نأخذ بمسالك نأخذ بالأسباب، بالمسالك الشرعية، المسالك التجريبية، المسالك التجريبية اللي هي الترتيب الثالث، المسالك التجريبية هو الكلام، كلام الأطباء والأخذ به، هذا مسلك ثالث، الناس جميعهم أخذوه مسلكا أولا، وترامب جعله مسلكا أخيرا، ترامب جعله مسلكا أخيرا، والمسلمون جعلوه مسلكا أولا. عجب عجاب ورب العز. ترامب قال الحل في السماء، وهذا صحيح، الحل في السماء، هي نزلت من السماء، هي نزلت من وين؟ يعني كورونا هذه نزلت من وين؟ أريد أن أفهم بس، من وين نزلت؟ مش من السماء؟ لن ترفع إلا بالسماء، يبقى قبلة الأمر قبلة القلب السماء أولا، يعني لابد إلى السماء أولا، يعني لابد من ميل القلب بصدق لله جل في علا، لابد ميل القلب بصدق لله جل في علا، هذا الأصل في هذا الباب. فأهل الكفر قالوا الحل في السماء، وإحنا ما زلنا نجلس نموت على المسائل التجريبية فقط. فالأصل في هذا الباب، جزاكم الله خير يا أستاذ، الأصل في ذلك هو أنه لابد أن يميل القلب إلى الرب جل في علا، أو لابد من الاعتقاد الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لست الطبيب إنما أنت الرفيق، طبيبها من خلقها، قال أتيني أطببها لك، قال يطببها من خلقها، قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. من شفى أيوب عليه السلام بما كان عليه من المرض؟ كل الطبيب من يا طبيب بطبه أرداك. المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، فاعتقاد ثم بعد ذلك أخذ بالسبب، يبقى الترتيب الصحيح اعتقاد ثم أخذ بالسبب، والسبب مسلك شرعي ومسلك تجريبي، فالمسلك الشرعي يبتدئ به أولا ثم المسلك التجريبي. هذا التأصيل الصحيح، هذا التأصيل الصحيح، غير ذلك كل يؤخذ بفعله. لكن هل حقا يعني البلاء ينزل بهذه الطريقة وبعدين يريدون رفعه بالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله المستعان. أكلوا الميتة ورأوا الدخان إلى السماء لما عتوا وطغوا وبغوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي دعا عليهم قال: اللهم سنك سن يوسف، اللهم عين عليهم بسنك سن يوسف. فالحاصل الآن أن أنت تبتغي أن يرتفع عنك هذا البلاء، وتأتي تستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وتتكلم على النساء التسع بهذه الطريقة، أنت غبي أصلا في أصل وجهك، غبي أصلا وسفيه وتافه، وما عندك أصالة من الفهم ولا من علم شيء، أنت تافه أصلا وسفيه، وجهلك جهل مركب، ثم بعد ذلك تتكلم بسفه وبسفالة، تريد تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذه الأونات في بلاء عم وطم، وسيأخذ الجميع، يعني نستجلب غضب الله علينا. ما هذا؟ أنا قلت فقط فتح الباب للبدعة سيمكن من البلاء علينا بلاءات، فتح الباب للبدعة فقط سيمكن منا البلاءات. رضي الله عنك يا باشمهندسة، أما الحمد لله جمعت التفسير، التفسير جزء 28، رضي الله عنك، أسأل الله جل في علا أن يجعل أسأل الله الكريم أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، وعدي على ذلك فالخير كل الخير فيما نحن فيه. فالحمد لله، سر قدما الجزء 29 موجود أيضا، ليتك تجمعينه وتجعلينه أيضا فتكون الأجزاء الثلاثة يعني جاهزات. شكر الله لك، نسأل الله جل وعلا جعل ذلك في ميزان حسناتك، اللهم أمين أمين. أردت رفع البلاء
له مسالك اعظم المسالك في ذلك. قال قم يا عباس فادعو، قال اللهم ما نزل الا بتوبه ورفع الا بتوبه، انا نستغفرك ونتوب اليك، نزل المطر. ثم ياتي بعد ذلك تافه سفيه مغفل جاء جهل مركب، ولو كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر ايضا، يتكلم ويريد يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. ايها الغبي السفيه، يا غبي يا غبي يا سفيه، ان من قاد النساء قاد الامم، اكثر المخلوقات تقلبا النساء، ما اقول مجانين لكن اكثر النساء، اكثر المخلوقات تقلبا النساء. فان يستطيع ان يسيس النساء او يسوس النساء، يسوس الامم باسرها. ولذلك انت ترى قال الله تعالى وجعلنا لهم ازواجا وذرية، كل الانبياء كانوا كذلك، والصحابه لانهم كانوا قاده الناس كانوا كذلك. لكن انت ما ندري لك، انت من الذكور او انت من الجنس الذي يكون في الوسط، ما ادري اذا كنت كذلك ام هذا، فالله اعلم بك، لانك طبعا مع انك تغار من النبي صلى الله عليه وسلم وانك تتكلم وتعارض بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان كنت لا تجد في نفسك رجوله فهذا حق بك وحري بك، لكنك تتجرع على عرض النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بلاء، والبلاء هذا لا يمكن ان يرفع الا بتوبه النصوح والا برجوع الحق لله جل وعلا، ثم بعد ذلك تعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، اعوذ بالله. اذا كما قلت ميل القلب للرب جل وعلا، ثم المسالك الشرعيه، ثم المسالك التجريبيه اللي هي مسالك الاطباء، ففي اخر البوابه تقف عندها، لانها مساله تجريبيه، نظريات تصيب او تخطئ. والتاصيل العام في هذا الباب عندنا مسلك شرعي في مسائل الاذكار ومسائل ايضا العسل وحبه البركه وشرطه المحجم لعلهم يفهمون. أثار اختلاف المهدي رحمة يقول فيه أنه موضوع في شرح وكما سنقول ذلك شيخنا التخريج، كل التخريجات ليس هذا مجاله الآن. والأصل في ذلك أن نقول في المنطوق تعالى عشان تعلم أيضا، ليس موضوعا فقط هو لا أصل له، لكن ممكن أن نقول بأنه منكر المتن أيضا. اختلاف أمتي رحمة يبقى إذن اجتماع أمتي عذاب، إذا كان اختلاف أمتي رحمة يبقى اجتماع أمتي إيش؟ عذاب؟ عذاب؟ وفي ضبط على أنه قال أربعة ما قال تسعة. عامة الذي قال لي سعيد قال لي ذلك ونقلها لي، كاد يقتلني لما نقل لي ذلك، ولو قال أربعة أيضا يعرض بالتشريع، فكراهية الشرع، كراهية الشرع كفر، إن كره الشرع كفر، يعني إن كره الشرع كفر بذلك. قال ذلك أنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عملهم. خلف الوعد نفاق، لكن نفاق خلف الوعد ان هو يبيت الخلف عشان تفهمه، يبيت الخلف. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم.